صباح النور حباباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير يا رب العالمين. ورجعت لكم وفيديو جديد كله نشاط وحيوية. راح نشارك معاكم نهار اليوم زوز وصفات اكثر من رائعين. تابعوا الفيديو الاخير راح تعرفوا كامل التفاصيل. في البداية نشكركم كل الشكر حبيباتي على دعمكم وعلى كلامكم الأحلى من العسل، ونرحب بالمتتبعين جدد. إن شاء الله حتى هما يكونوا فرحانين وعجبهم المحتوى تاع القناة. إن شاء الله بقى عليكم الدور إنكم تدعموني بالجام. نشوف شوية راكم مقصرين معايا، يعني تبان لي حاجة سهلة كي تعودي تفرجي في الفيديو تكون الجام حدا صبعك، جيست تهبطي صبعك وديري لي جام هكذا باش نتوما تدعموني وانا ندير اللي عليا. نقدم لكم دائما الفيديوهات اللي فيها إفادة وفيها وصفات وفيها يعني أفكار هكذا باش نستفادوا كامل من بعضنا. كما قلت لكم فيديو نهار اليوم راح نشارك معاكم روتيني ليوم السبت كما تعودتوا عليا. انا في الويكاند ندير هكا وصفات وندير تنظيف، سي بوغ سا نحب نشارك معاكم هكذا باش نعطيكم يا اما بعض الافكار يا اما ندير فيكم هذيك الطاقه الايجابيه باش تنوضوا حتى نتوما وديروا الكوراج وديروا شويه وصفات وديروا شويه ميناج وشويه نيتواياج هكذا باش نتوانسوا مع بعضنا ونفيدوا بعضنا باذن الله. نهار اليوم راني صبحت مع الكوزينه. الكوزينه كما تعرفوا يعني حالها شوي صعيب برابور الدار، يعني تغفلي يامات على الفرجيتير ولا على هذوك ليتاج ولا لي زيليمون تلقاي الدنيا شوي تولي تصعب عليك. سي بوغ سا تلقوني انا ما نغفلش خلاص خلاص، كل ويكند ندير هذاك الفرزير الكبير والميناج والنيتواياج هكذا باش ما نوليش حاصله ونحصل. ما تعرفوا المراه اللي تعود تخدم شوي الوقت تاعها مشو ليها، ما عندناش الوقت يعني في سمانه كامله رانا نخدمو جوست كي نطيبو هذيك اللقمه ولا ولا نديروا هذاك القشي تغسل، وتبقى لنا جوست الجمعه والسبت. الجمعه فيها صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لنا جوست السبت. اجري اجري اجري، دي فوا نلحقوا فيه دي فوا ما نلحقوش. سي بوغ سا تلقيني في اليوم الثاني تاع الخدمه ما نغفلش، تلقيني نفرز وندور وحوايج الكوزينه شويه شويه يخمجوا، يعني ماذا بينا ما نغفلوش عليهم. الميكروووند البوطاجي النتيجه كامل، يعني انا في ايام الاسبوع تلقيني انا مسحومي، نهار الجمعه نولي نفرغو كامل ونولي ندير له هذيك الطاليه الكبيره ليه وللفايونس كما قلت لكم هكذا باش ما نوليش نحصل يعني ويلصقوا لي هذوك الزيوت ويولي لازمني لي برودوي. ما نكذبش عليكم انا ايديا يعني كنت تولهو طابو من لي برودوي، يعني والله يعني بزاف علينا وحتى يولي يدير لنا الحساسيه. سي بوغ سا ايفيتو هالشي. والله ساهله كيعود العبد هكا ديما يغسل، اصلا تبقى لك الدنيا ديما نظيفه وبروبر. الفرجيدير نهار اليوم مالفا جوست نمسحو، اليوم بروغراميت باش نغسلو، غسلت له اكسسواراتو كيما شفتو فيه لداخل يعني باش يسهل عليا وما هما شوي ثقال. ومن بعد كيما وليت غسلتهم وليت نحيتهم ومسمستهم على برا. الفرجيدير كيما تعرفوا كي نعودو مزروبين يعني تفضل الماكله جوست ندخلوها نحطو الخضره، يعني ما نعودوش قاعدين باش ننظمو هذاك التنظام الكبير. مي الحمد لله يعني طورت الدنيا وعادوا موفرين كل حاجه تسهل علينا. كيما سبق وقلت لكم هذوك لي بورتمون جي تاع القزاز يعني بالغطا تاعهم نعمه، يعني كي تفضل الماكله ولا تحطيها فيهم هكذا يعني ما يحكموش البلاصه ويجي فرجيديرك منظم، و او ميم طون ما يهزوش الريحه هذيك تاع الفرجيدير. يعني الفرجيدير كون تحطي فيه ماكله بلا غطا ولا حاجه تولي تطلق هذيك الريحه تاع الفرجيدير، تولي يعني اي حاجه تحطيها فيه تولي بالريحه هذيك تاع الفرجيدير. نو درك الحمد لله يا ربي، ويعني حوايج بسيطه ومشي غاليه يعني كيما المنظمات هذو اكثر من رائعين. يعني بدل ما نحطو درك هكا مثلا ياورت ولا حاجه ديريكتومون فوق القزياز هذاك، ولا نحطو في الباط باش اون كاو تكبت حاجه ولا هكذا تجي في الطبق ساهل تنحيه جيست تغسليه ويسهل عليك الامر، ويكون الفرجيدير تاعك منظم كل طبق تحطي فيه حاجه. نهار اليوم راح نشارك معاكم وصفة تاكوس. هي مش الوصفة يعني الطريقة تاع التحضير تاعو، هذه طريقة جديدة وسهلة ومليحة وخفيفة تهبل تهبل. ان شاء الله راح تسهل لكم في رمضان تعتمدوها. كما تعرفوا رمضان الكريم ان شاء الله راه جاي يدخل علينا بالصحة والهنا. تجيبي ربع كاس حليب وربع كاس زيت باش نحضروا كريمة الفرماج، وديري لها شوية موتارد ودي لها ملح وفلفل اكحل، وديري لها مربع الفرماج الى عاد ما عندكش مربع الفرماج ديري اي فرماج عندك، وتميكسيها بالميكسور هكذا وتجيك كريمة تاع فرماج هكذا راح نعتمدوها في تحضير
التاكوس. كما قلت لكم رمضان راح جاي ان شاء الله يدخل علينا بالخير والصحه والهنا. سي بوغ سا راح كل في رايحه كل فيديو نحط لكم فكره ولا وصفه ولا طريقه هكذا باش نهزوا بعض الافكار وتسهل علينا باذن الله. تجيبي هنا دجاج تقصيه هكا رقيق باش وديري له التتبيله، شويه بصله ابان بركه، شويه مطاغد، شويه ملح، شويه فلفل اكحل، وديري له شويه هذوك لي زيبيس تاع شاورما، دير له عصر قارس، وديري له شويه ثوم بودره، وديري له شويه زيت. هو نورمالمون يعني وديري له شويه هذا ياورت ناتوريل سا ديبون على الكونتيتي تاع الدجاج اللي ديريها، وتحطيه نورمالمون يروبوزي هذيك الساعه ولا نص ساعه على الاقل يهز هذيك التتبيله، وتحطيه يطيب في المقله، تنقصي له ابان يطلق الماء تاعو باش يطيب فيه، ومن بعد يولي يتحمر ويجيك شاورما اكثر من رائعه. وهنا راح ندير زوز طرق، راح ندير بالدجاج وراح ندير بالفيونداشي. انا طريقتي في الفيونداشي هذه هي يعني سواء للشاورما سواء للبوريك لاي حاجه، تجيبي حبه بصله صغيره تقصيها، دير لها ملح وفلفل اكحل، شويه زيت، تحمريها وتروحي لها هذاك اللحم هو يطيب وانتي تنحيه. دركا راح ندخلوا في الطريقه تاع التحضير. احنا كما نعرفوا الشاورما تجي مطبقه وملويه، انا صدقوني تجيني شويه معجنه وثقيله ما عرف كيفاه، هذه تجي خفيفه خفيفه تجي تهبل. كما قلت لكم بدلوا في رمضان، دي فوا ديروا هذه، دي فوا ديروا مملحات، دي فوا ديروا لي فولفون، يعني الانسان ما يبقاش كل يوم بوريك بوريك مقلي مع الزيت والثقل. نبدلوا منها، نبدلوا البنه ونبدلوا الطريقه، او ميم طون ثاني نديروا افكار وديكور مليح. تجيبي هذه الورقة تاع الشاورما تقسميها كما شفتي بجنب، وكل ربع ديري له واحد، ديري له صلصة البيتزا وديري لها الفرماج، نص الثاني ديري له الهريسة وديري له هذوك مربعات الفرماج تاع الساندويتش، نص الاخر درت له شوية زيتون اخضر شوية اكحل، يبقى الربع الرابع ديري له اي حاجة تحبيها، تحبي هذا الدجاج، تحبي اللحم، تحبي الكاشير هذاك المدخن، تحبي اي حاجة، تبقى هذه اذواق. انا المهم كما قلت لكم نمد لكم الفكره والطريقه. هنا البانينوز تقدري ديري في المقله خير وخير، لخاطر كي نغلقوا عليه البانينوز يولي يتعسر ويخرج هذاك الكريمه وتولي تحصلي فيه، من الافضل ديري في المقله ولا ديري في البانينوز بلا ما تغلقي عليه هكذا باش يتحمر وتاكلوه بالصحه والهنا حبيباتي. بنتو اكثر من رائعه، جربوه وردوا لي بالخبر، وراح نشارككم العديد العديد من الافكار والوصفات باذن الله. انها اليوم ثاني راح نشارك معاكم وصفه عمري كامل وانا خايفه منها وعمري ما جربتها، لخاطر ما عنديش الوصفه تاعها الدقيقه، يعني انا تعودت نحب الوصفه ثابته، تقولي لي زوز بيضات بات زبده سكر كذا واضحه عندي الميزان نكيل بالكاس، فهمتوني؟ مي كي تعود الوصفه مي تقول لك عينك ميزانك هذيك شوي تلقيني نخاف منها. من نهار اليوم كنت نتصفح في واحد لاباج هكا لقيت هذه الوصفه تاع البراج، لقيتها وصفة ثابتة يعني الكيل تاعها ثابت، قلت استني نجربها، جربتها وراح نعطيكم رأيي فيها. تجيبي بات الزبدة ذوبيه، كي تذوبيه تلقيه ناقص ربع، تكملي هذاك ربع بالزيت، وديري له 3 كيلات دقيق، وديري له الملح أكيد، تحكمي هذيك الدقيق مع الزبدة تمحريهم مليح بين إيديك حتى يولوا خفاف يولوا كلي كريمة، هما يولوا كريمه، وانتي تزيدي عليهم شويه ما زهر، وتزيدي عليهم نص مغرف سكر، وتزيدي عليهم اباط حليب. انا قبل ما نطيبش البراج على جال هذه اللقطه تاع الماء ما نعرفش، يعني نخاف تجيني لينه نخاف، المهم النتيجه ما عرف عمري كامل وانا هايبه منها. من نهار اليوم يعني درت الكوراج وقلت نجربها، وجدت نتيجتها اكثر من رائعه، يعني رأيي 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 يعني كون نعاودها، يعني تعرفوا الإنسان كي يجرب حاجة أول مرة مهما كان مهما كان يعني مش كيما كي يديرها مرة ثانية والثالثة، كي يجربها يعرف الخلل ويعرف الحاجة المليحة الحاجة اللي مشي مليحة. يعني أنا الوصفة هذه جات أكثر من رائعة، جات مرملة، جات حكمة روحها، جات تهبل. أنا ولادتي يعني كلوها قالوا لي يا ماما تهبل تهبل، مي أنا في طبعي في طبعي على بالك نحب البراج كيما الكسرة كيما الرخسيس، يعني ما نحبش هذيك اللي تجي مبسة وتجي طايحة وتجي نو. سي بوغ سا بربي إن شاء الله كون نعاود نجرب هالوصفة نولي نزيد لها باطة فارينة منها هكذا باش ينقصلها شوي هذاك التبساس، ومنها ما يجيش هذاك الدقيق أحرش ومرمل وتجي حكمة روحها وتجي مليحة. راح نجربها ثاني ونمد لكم الرأي كيفاه جات.
كملت حضرت هذيك العجينة وحطيتها، غلفتها وحطيتها كوتي، ورحت جبت الغرس اللي كان عندي عطيته لي أختي الحبيبة ربي يحفظها إن شاء الله، يعني مرحي قضي أمرو جوست، جبته من الكونجيلاتور ودرت له شوية زبدة، درت له شوية قرفة، ودرت له شوية مزهر، ودرت له شويه زيت وعجنته. هنا لازم يجيك لين هكذا باش كي طيبيه ما يجيش يابس في وسط هذيك البراج. لا جيت حضرت هذاك الغرس، كانت ديجا العجينه روبوزيت، جبتها قسمتها على زوز كيما يعني طريقه تحضير البراج عاديه جدا، مي كي طيبتها وجدتني شويه صعيبه في القصان وما جونيش الحبات قد بعضاهم، وليت كي خرجت شريت الطابع راح نعاودها ونشاركها معاكم باذن الله. قرصتها نورمال وطيبتها، انا في الحقيقه ما عنديش طاجين هذاك المسرح، عندي جوست تاع الخميره، سي بور سا طيبتها في المقله تيفا، نقصت لها النار بتي في سنات قليل وطابت وجات حمراء وجات اكثر من رائعه، ناكلوها بالصحه والهنا يا رب العالمين. كان هذا هو فيديو نهار اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. ما تنساوش حباباتي تدعموني كما قلت لكم بالجيم وبالكومنتير، وديروا بارتاج مع صحباتكم وحباباتكم هكذا باش تكبر لمتنا وتكبر عائلتنا. الى فيديو قادم باذن الله، اترككم في امان الله وحفظه، تهلاو في ارواحكم حباباتي، نحبكم.